ثم طفولة childhood من 2-12 ثم البلوغ من 12-18 و20 ثم الشخص البالغ من 20-65 ثم هو 65 شخص اللي هو older. الكاركترز والانفنسي طبعا زي ما قلت لكم يا شباب خليك معايا. الهندو يعني الجيل الجديد ده لا يؤمن بالابداع، هو عاوز الكلام زي ما مكتوب بالظبط. فلن يمكن تلخيص سيكولوجي مع احفاظ كل كلمه الا في نص عدد صفحات. فانا نزلت لكم 160 لحاجه 70 بس مع احفاظ كلمه كلمه. انما في رايي ان ممكن الواحد هيهتم بالمهم ما يدوش على 30 35 مره. في الاخر هديك الاسئله المهمه للناس اللي هي مخيله. فالانفانسي تتميز بثلاث حاجات، اولا النيد فور مور سبورت. طبعا انا مخطط معاك عشان كلمه مزاج. نذاكر مع بعض. نيد مور سبورت. اثنين ديبندنت على المدر. معتمد على مين في الحال. وعند السنتين بيبقى اكواير يعني اكتسب قدرة على المشي والكلام والتحكم في البول والراس. ده مفيش أسئلة ده عرض. أعطيك مسألة زي كده. أول سؤال الوحيد اللي بيجي في الإنفانسي عنده ذكريات يا شباب. القصة القديمة بإذن الله بتتوقع أسباب والصبي عشان زملائكم هم ما زالوا مشغولين بالامتحان، الموضوع سهل شويه ونور جدا عن فريق الترتيب، الموضوع الاصعب مع العدد الاكبر، يعني ما نضعش عليهم الاصل. لا زي ما نضعش صوت الالوان ستارز. يبقى انا جاي من باب الثانية عشان ده في كمبيوتر سيكولوجي. في سؤال واحد يقف في صف 40 دول الآب وليست اللاثنائية دول يعني اثنان الانفنت والاكسترنال وور. الانفنت لا يميز نفسه عن العالم الخارجي. العالم الخارجي ده ممثل في مين؟ في وده قصد الهي يبقى في وحده بين الطفل وامه. لا يدري ايده من ايدها، شعره من شعرها، ما اعرفش ده تبع ولا مش تبع. الراجل حتى انتهى بكثير من الدوائر. لما الطفل يعض بايده ويعيط هو مش فاهم ان هو اللي انفكتنج بين ويشد شعره ويعيط وده شعره هو ما عرفش يشرحه هو مش فاهم بيعمل ايه ويعيط. الراجل حتى لو مهدد تشتكي الطفل بيشد شعره وبيعيط. الراجل حل التمثيل جوانتي مش حلو بيكرر بيه عشان تتزحلق ايده ما يعرفش يلبس كويس. فدي عدم عطف الادواليزم. بعدين لما يوصل بقى سن 6 شهور يبتدي يعرف نفسه من العالم الخارجي اللي هو امه ترايل اند ايرور. يعني يشد شعره ما يبيعوش يبقى ده مش تبعنا. يشد شعره هو يبقى يبقى بتاعنا. يقعد كام؟ اي يبقى ده تبعي. يقعد ايه ده انا مش راجع. يبقى ده تبعي. ازاي يعرف هو من العالم الخارجي بالترايل اند في خاصية جميلة جدا اسمها الايدياليزم. ربنا عملها ايه؟ عشان يتحد الجميل مع امه في وحدة واحدة. يعني في الأول ما يصرفوا عن هم حاجة واحدة. كونتينيتي. ده السؤال اللي بيجي هنا. نيجي الايدياليزم اهو، عبد الله بن خطيب، ده الوحيد اللي بيجي في الانفنس. نيجي بقى complementary aspects of development sensory and motor and interpersonal relation. نمرة واحد sensory development raw sensations يعني ايه؟ مشاعر غير واضحة رو يعني عارف زي الأكل رو يعني لسه ما طبخش. واحد at first he responds only to very strong stimuli. يعني أنا ممكن أكلمك بصوت واطي ترد عليا. طيب إذا ما كانش الصوت عالي ما يسمعش ما يقدرش يقول كده اسمه هو بعد ولا ياخد باله منها. لازم الحاجات الجامده الصوت عالي لدرجه ان في سيديهات ما اسمها بيبي اينشتاين
وما درس سيطرش الكاريكاتير او يعني افلام كرتون للقطع لازم تبقى الصور كبيره جدا، ما ينفعش يعملوا حاجات صغيره. المهم مش حاجه تستدعي انتباه والصوت العالي والاستماس كبير، حاجات صغيره ما تكونش انتباه، عاوز فيس بوكس لايف. عشان يخلوهم يعني تقوم يتطور مخصوصا كلها حاجات كبيره قوي. الصوره كاش الكترونيه مثلا عشان هو يحتاج حاجات ضخمه عشان تبقى ياخد باله. اثنين then he takes simple association between different senses from the same objects for living. يعني ربط بسيط هشرحها لك لما نكملها مع بعض. then he gave the name of war ده كلب دي قطه ده كرسي كل حاجه ابوه دول اسم ده يسموه التفكير اللي هو البرسبشن الادراك. Then understanding individual properties which proceeds from simple to complex from general to specific from vague يعني غير واضح وكبير. انا متاكد ما حدش فيهم حاجه دي حاجة اللي أنا متأثر سيرش إزاي يكتبوا بدون أمثلة؟ يعني إزاي الناس تحفظ الكلام؟ أنا فاهم أخوه عايزين يقولوا إيه؟ دلوقتي الطفل الأول عنده جنراليزيشن مفيش سبيسيفيك، يعني كان هوهو عليه يبقى كل الكلاب وحش صح؟ يعني ياخد خلاص أسوشيشن الكلاب وحش اتخبط في حاجة في الكرسي العقرب اتضرب في الكرسي معلش يبقى كل الكراسي وحش. وبعدين ينتقل في جنرال سبيسيفيك ان في كلاب بتقهوى مش لطيفه وفي كلاب لطيف حط ايده عليه وبتاع مش كل الكلاب وحشه مش كل الناس مش سيئه في شخص مش لطيف في شخص لطيف فده بيبقى في الاول بيربط حاجه واحده بس بالاوبجكت او بالانديفيدوال انه قلم كلب زي ما قلت هوى عليه يبقى كلاب وحشه وبعدين يتعلم بقى الاثنين مع بعض understanding individual parts. كل individual كل كلب له شخصيته له وضعه. في كلب مش لطيف معاه بس في كلب حلو. في شخص نزل معاه بس في اشخاص لطيفه. فعشان كده دايما بقول لك ان اربعه the understand individual properties which proceed يعني تتقدم from simple to complex. مش ببساطه ان كل كلب وحش. from general to specific. from vague كتير. ده يسموه بقى conceptual development النمو العقلاني يعني الاول كان مجرد ادراك دلوقتي بقى في نمو عقلاني ما بيجيش كده في المعلومات بس يعني انا مش جاي اجاوب اسئله تزعلوا انتوا عايزين كل كلمه تاني حظكم. motor development ده قراءه ده كلام يعني معلومات عامه لطيفه. At first movements are vague يعني مش واضحة ومش متناسقة في كورنين. عند خمس أشهر يتعلم يفتح ويقفل بوق ويحرك عينيه ويحرك الدراع أو الارم والراس يمسك فيه. عند 28 أسبوع الشهر السابع he can sit for short time without support يبقى يتعلم يقعد ده يفيد البنات يعرفوا النمو بتاع الأطفال. عند 40 أسبوع الشهر العاشر يقف ويسقط يعني تبقى ماسك ايده واقف. عند 1 year يقف لمده من غير سبورت. عند 15 شهر يبتدي يمشي. بقى طريف يعني. بقى انا عايز اقول لكم حاجه برضه بس دلوقتي لسوء الحظ اقناع الطالب حصل لخبطه في اخرها في ايدي مشيت فيه وركبت فيه في مخ الطالب. هل سلوكات سيكولوجي بيقول لنا صوت كبير؟ مضطر اطلع اتفرج عليها لكن لو شفتها اقول لك انا مش كاتب موتور ديفلوبمنت ما كنتش بكتبها قبل كده لان سايكولوجي انا مالي مالي يقف امتى تقف امتى ايه الكلام ده؟ ده مش سايكولوجي ده موتور ديفلوبمنت. انا قلت لكم عشان ما تزعلوش اصلا الفيديو بتاعه عاوز اقول لك ايه؟ اكتب كل كلمه عادي انتربيرسونال ريليشن. هنا طبعا انت بيرسونال ريليشن مع مين اساسا؟ البيبي مع امه ثم اذر بيرسونز. انفانت از كومبليتلي ديبندنت اون ذات. تاخد الصفحات الفضيله. والبيهاف اوف اذرز
you will develop a system of habit pattern important for successful living. طبعا هو الرأي معا عشان فلتا سيبها الرسمية habit pattern. يلا يلا احزق عشان ده مهم بتعلم الحاجة. فهو ده الهابت فاتر لدرجة النهاردة من الفوتي دي الأصاري دي بتاع الطفل أول ما نازل فيها بيشفه تعمل ميوزك فانبسط ده زي ما السايكولوجي يعمل هابت فاتر الأصاري بتغادي بقى الفيلم أول ما تصرف فيها بقى مش لذيذ ده فيعمله وسيم ده الفوتي دي دي عشان الطفل لازم يتعلم يمشي كروح ده اللي هو الهابت باترن. ازاي نكتبه بدون اكزامبل ده اللي مش هفهمه انا. يعني واحد يقرا كده هابت باترن امبورتنت فور سكسسفول ليفنج. ايه الهابت دي؟ هجيب لك اعتقد انا سبت لك قصيده. ذكرنا من قزافي كده كانوا بيقسموا قصيده على الباب. الله يرحمه. Essential characteristics of this relationship العلاقه بينهم نقطه التماس باربع حاجات. No control over his impulse. لو جعان مش هيسكت الا لما تعملي تديله مطعم. مش هتقول اصل الحصاله اصل مفيش كده ده سؤال من ساعتين جعان هيقعد جعان لحد ما تجيبها لي. مفيش كنترول. اثنين في هيلبلس اند ديبندنت. ولا هيعرف يلبس نفسه ولا يعمل حاجه جوه. ثلاثه في ريزيست موديفيكيشن وبالتالي يبدو ان هو سيلفش. مفيش طفل تقول له هات حاجه ما انتهلكش ابدا. عشان كده عاوز تاخد من طفل حاجه كمان بيقولها في السيكولوجي بقى هو جيب اند تيك ريليشن تقول له خد دي وهات دي. انما لو مفيش حاجه دي الولاد يلعب فيها يعني فيري سيلفش وماسك كل حاجه. اربعه his feelings are very rare and genuine يعني مخلص يعني حقيقي زي ما قلنا جينيون ليفر يعني حسابنا مثلا جينيون ليفر يعني جد حقيقي مش جد بلاسي. ده 100% هتقول لك براءة أطفال يعني أنت ممكن مثلا أنت مش مبسوط منك حاجة مش تبقى تخفي مشاعرك وتبان حاجة تانية الطفل ده متضايق هيزعق ويعيط فرحان هيفهم براءة أطفال ده الكاركترستيك بتاعتك. ده كاركترستيك بتاعتك لو عرض رأيي ما تقعدش تعمل أدي وليس إلا أنا إيه الوحيدة اللي تيجي أدي وليس اثنين تاني مرحلة من شوية المدرسة. شوية المدرسة نقسمها إلى مرحلتين قبل المدرسة لحد ست سنين وبعد المدرسة 6-12 during preschool period في عام الآتي his abilities increases very rapidly. ده 100% يعني مع قدرة الطفل بقى خد كده تخيل الطفل من سنتين لست سنين بيعمل حاجة غريبة يعني يدوس تاني يمسك التليفون يلعب فيه كويس وعنده 4 سنين ويفتحوا ويقفلوا حاجات غريبة. اثنين from non awareness to a complex society made of family يعني هو متصور الطفل تحت ست سنين ان العالم ده عبارة عن عيلته بس ما تخيلش حاجة تاني non awareness ambiguous. بعدين dependency to independence من الاعتمادية للا اعتمادية. والله عز وجل تخيل طفل تحت سنتين كان معتمد على أمه. قال تلبسه قال توكله دلوقتي لا طفل عنده 4-5 سنين ظل لابس يبقى في independence. وبعدين desires interests value starting taboos يعني اللي هي الحاجات اللي هي secret حاجات غريبة غلط يعرف ان في حاجة غلط. فالطفل ابتدى يبقى عنده ديزايرز يعني يقول لك عاوز العب كورة ديزايرز معينة انترست معينة عاوز اتفرج على التلفزيون ده في انفنسي مفيش كده له هوايات معينة. During the school age بقى كبرنا اكتر كبرنا يعني دخلنا في ست سنين independent attitude طفل بست سنين ده 100% يعني يلعب لوحده وعليه صحاب وكل حاجة عنده 6-12 سنة شغال لوحده كويس فل. اتعلم ان العلاقة مش فني بس في حاجة غير فني كل واحد مدرسة وعنده يعني زملاء. بعدين friends
are very important on mutual interest. اللي هم الهوايات المشتركة. لو في عيال بتلعب كورة وهو بيحب يلعب كورة ده صاحبهم. يعني دول عم بيصاحب اللي عنده نفس الهوايات المشتركة. mutual يعني مش مشاركة. خلاص من أي interest. وبعدين identification of the same sex. يعني يتقمص نفس الجنس ويكره الجنس الآخر. يعني من 6 ل 12 يحب الولاد بيلعب مع الولاد، البنات مع البنات. لما ندخل في المراهقة لا يا حلوة. البنات بتدور على البنات وهكذا. بس يعني البنات ما فيهمش نفع. لما 6 ل 12 سنة لا يا ولاد صاحب الولاد ما بيسمعش البنات قوي. السيم سكس. مورال اويرنس من 6 ل 12 سنة يبقى عنده اويرنس بالاخلاق الغلط والصح. يعني فاهم لما يقول لك يلعب علاوي ما تنط علاوي يعني احنا مش بنعمل كده مش بيحب قوي عكس ما الناس فاهمه لكن الاطفال من 6 ل 12 سنه بيحبوا الرولز كويس جدا ان هم ما يكسروش القوانين وعشان كده حتى لما واحد يكسر قانون الفصل تلاقي الاطفال كلهم يجروا كميس ميس هو عمل كذا يعني يحبوا جدا الاخلاق عكس الناس الصغار المراهقين اللي زي علاقته او الاكبر شويه هم اللي يحبوا يكسروا القانون بالعكس لازم نكسر القانون انما الطفل من 6 ل 12 سنه هيبقى يحترم القانون كده مش هو ده وبعدين شويه ليرن سكيلز اند فاليوز طبعا طفل عنده 10 ل 12 سنه يلعب على الكمبيوتر كويس قوي والايباد والكلام ده طيب نيجي بقى للديفلوبمنتال ثينك ده اهم سؤال يا شباب في الشايب هنقسمها لمرحلتين ومرحلة تانية غير أهم في أول 2 years حتى مش عارف هما كاتبينها ليه طب دي كانت تتكتب أساسا مع الإنفنتس في الفيرست 2 years يكتبها عن شايب ده الإنفنتس كانت تتكتب هناك حلوة قال لك عنده المقدرة على الكونديشن نوت في الكون التعرف وليس الاستدعاء دي مهمة جدا لما الأم بتغيب على النظر البيبي تقول يا كده الطفل متوحش بتاعه وشوف كده أنا أول ما رجعت له رفع إيديه يعني كان متوحش مني هي وانس سابت الاوضه انتهت من ذهنه هو يعمل الكونديشن لا يمكن ان يقعد يقول يا ماما في راح في تحت انسان ما فيش خالص ديكور الطفل عنده سنه ده الام راح الشغل خلاص مش فارقه معاه قاعد مع مين الام ما تحصلش هو حاله ما عندوش ديكور استدعاء عنده تعارض اول ما هتشوف الام هيرفع عليه وعاوز ياخدها الخطه ما قبل كده نيجي للكوسنتريك في التفكير الذاتوي او الذاتي كما زي ما تعودنا في التفكير يجي كونستراكتايز باي ديستورشن اوف رياليتي تكتب معناها تشويه الواقع يعني الطفل لحد 8 سنين يتصور انه العالم ده هو المكان اللي هو فيه بس تشويه الواقع ان هو مركز هذا العالم اي واحد جاي اي حاجه جايبها له كل العالم ده هو مركزه فهذا تشويه الواقع تاني حاجه difficulty in dealing with conceptual relations صعوبة في التعامل مع العلاقات العقلانية اللي هي الزمن والمكان لحد قرب ثلاث سنين ما يعرفش غير الحاضر ما يعرفش امبارح ولا بكره مكان ما يعرفوش يعني قلت له مثلا بكره هنروح هيقعد يعيط انه ما في ايه بكره دي؟ يعني ما يفهمش ان بكره دي بعد 24 ساعه هو عايش في الحاضر. وما نعرفش مين من شمال، ما نعرفش ان السلم ده معمول الطلوع والنزول، تيجي عرفت تلم عليه يبقى خلاص مطلوع بس. انه ما تزيدش تاني. فهذا تشويه الواقع. انيميستيك ظاهره في الاحياء دي خطيره جدا. ان كل حاجه بتتحرك وتعمل صوت تبقى حيه. يقول ايه التطبيق بتاع اللي هم مش شايفينه؟ ان لما ام تبقى والناس كده عندهم فلوس وجايبين البيبي بتاعه من طفله عروسه حلوه بتتكلم وتتحرك وبتاع وبعدين الناس تبقى عروسه منها. هما بقى الناس اغنياء مش مهم بقى فداها المهم تتبسط. غلط هي فاكره ان هي حيه. البعض كده هيجي بيبي بتاع ابن الجيران ما احنا ما قلناهاش ما تبقيش ده هتمسك ابن الجيران تروح عمياه. لان اي حاجه بتتحرك بتعمل اصوات تبقى حيه، طب اشمعنى ان العيال ما زعلوش عليه؟ ليه زعلوا ان انا لعبت البيبي اللي معاه
جنراليزيشن. لا مش قاطع، لو التبريد مش فاهم، هو زي الطفل اللي موته من الشارع حد ولا مش فاهم، فلسه حادثه كانت حاصله من شويه من اول مره. اه طبعا الطفل اكل الطفل جنراليزيشن يعني التعميم، اي حاجه تفتح وتقفل تبقى دور. مثلا احنا الدور بيفتح ويقفل، الباب بيفتح ويقفل، اي حاجه يعني انت قلت لها على الدور بيفتح ويقفل يبقى اي حاجه الباب برضه يبقى دور، يبقى تعميم جنراليزيشن. اي واحد لابس باب ابيض عمل له خلع له لبسه اتوجع، يبقى ندخل على الحلاق يصفر، ما هو لابس باب ابيض ندخل على الكرسي يعني انا اقول لك في كلام كتير جدا الديستورشن بيعرف، بس انا ما عنديش وقت اقول الطريقه بتاعتي. اقول لك حاجه، الطفل ده بعد 4 سنين يبقى واقف هنا قدام التلفزيون، فانت تقول له واحد عايز يتفرج على التلفزيون، هو بيبقى مستغرب جدا، هو طالما شايف التلفزيون مش متصور زي انت مش شايف، يعني هو شايف واقف قصاد التلفزيون كده معبط في التلفزيون وشايف واسع. ليه الناس بتزعق وراه عاوزين يشوفوا التلفزيون؟ فمش شايفه اهو، ما عندوش احساس بقى ان هو دلوقتي انترفيرنج مع اللايف ريز. الناس بيصحوا These confused between internal energies and external happenings. تداخل الأحلام مع الواقع. إحنا بنقدر نماجي أحلامنا مين؟ اللي حصل في الحقيقة هو مفيش كده. وبالتالي ممكن يوقع أمه في مشاكل. يعني مثلا رأيت واحد فات عليه وعلى صاحبه على طول قال له مثلا تمام. ما جيتش ليه امبارح؟ يقول له كنت تعبان، هو الراجل كان تعبان فعلا، الواد حلم ان ابوه خده بنت الحمام، يقول له انا رحت بنت الحمام، ده حلم، فقال له صوره الراجل الكذاب بيقول لي تعبان هو، خلي الواد يروح بنت الحمام. لان الواد في النهايه مركز من الاحلام للواقع، هو الاثنين عنده حاجه واحده. طيب he could go on totally detached from his play. عارف ممكن الطفل يقعد يلعب كده لوحده على طول ساعات، سبيشال طبعا تبقى اكتر في موضوع حلول الاوتيزم ده اللي هو انا ممكن يلعب معاه طبعا. وبعدين ماجيشن فورم اوف سيمي التفكير الخيالي بيتصور ما بيعمل غير على كده. انا افتكر كان لينا واحد صديقنا سيرجي عنده ايكوس وعندي دكتور كارلوس وخالد كنا بنلعب كنت زمان في الدور الاول بنتفرج على افلام سوبر مان، فسوبر مان بينط من الشباك. مهم جدا انك انت عشان كده يكتبوا على افلام دلوقتي بيرن دايت، بس قاعد على الطفل وتفهمه ان ده كلام بالفعل ما ينفعش ينط. الواد ساب لو جه راح نط من لا بس خد بالك كان في حاجه مهمه جدا، اولا احنا في الدور الثاني بس فوق الارض، ثانيا الشجره في الفيلا بتاعتكم كثيفه الاشجار جدا، بحيث الواد نط الفروع خدته ونزل زي الفل. طيب فعندنا صعوبه نقنعه ان اللعب صغار المعمله ونفعت، يعني نط زي الفل فده مهم جدا. فهموا ان هو بيعمل التفكير الخيالي ده، ما نسيبوش يتفرج على باتمان والحاجات دي اللي بيتصور من الكلام ده غلط التنظيم. عشان كده ما تسيبوش النهارده بره، لازم يقول لك ان لازم بمصاحبه الوالدين عشان يفهموك انا بعيش. طيب انا قلت للزملاء الافاضل كده خلص التفكير الثانوي. 8 9 10 على فكره هنتفرج لوحدها ده ازاي هيتطور التفكير مش هيبقى زي التاول. باي ذا ايدج اوف 8 years انا زهقت ان انت بتكتب ازاي؟ يعني دوها رقم 8 انا خلاص خلصنا الانسو. اي تقييم قالك ان الناس بترقم بينبسطوا بسرعه في التقييم رقم، هي رقم اي حاجه. الكونسبتك سيكي هي بتعمل لها 7 خصائص، 8 9 10 كيف تتطور؟ By the age of 8 years it is replaced by other type of thinking. اللي هو ايه بقى؟ Rational and logical، عقلاني ومنطقي.
Reality becomes more real and respected. يعني ابتدى يعني حقيقة. اللي هو الهايبوثيتيكو ديدكتيف ثينكينج اللي هو النظريه الاستنتاجيه. طبعا انت ما فهمتش حاجه. انما انا حكايه بطريقه كتير قوي. انا كان عندي ابن اخت دلوقتي متخرج لما كان هو طفل كان يجي يقول لي انا اقوى منك في الحياه. يعني هو حط النظريه. وبعدين يختلفها في التعامل مع الله. فقال له لا انت مش اقوى مني. قول لها لا تعال نجرب يلا نلعب بس لو واحد قال له يسيب الطفل يلعب كده الطفل عليه من الحاجة تشوشي في واحد مخه حقائق فأنا لا قول لها أنا أخوة ليه يفهم ليه الوعب معاك كده هو الوصف عاوز تبقى قوي اسمع كلام مامي وتاكل وتنام كويس وتكبر تتعدى خارج الليفل يبقى حطيت في مخه حقائق هو حط النظرية ان هو اقوى وبعد اختبرها بالكلام السؤال ثم اختبرها بالبراكتس بس انا اثبت له نظريته غلط كبار اقوى من صغيرين انما لما بقى نربي اهبل وامسك الوقت اي حاجه غلبتني دلوقتي افتكر السؤالين اقوى من كبار فاهم الفكره؟ يبقى ليش قله عقل ان انا اغلبه ده عشان انا هو بيحط النظريه اللي هو وبعدين بياخد منها باستنتاج يسموها هايبوثيتيكو ديدكتيف النظريه والاستنتاج بيختبرها بالكلام ويختبرها بالفعل ده كيف تطور التفكير اللي هو الذاتوي البسيط ده الثمان سنين تفكير عقلاني رياليستي ناشئ بدون امثله طبعا هم كاتبين كل حاجه ربنا يوفقهم ده هو بعيد السؤال ده ده اهم سؤال ان شاء الله development of emotion سؤال مهم مرة هنقسمها في infantile stage هنقرب شوية كده واحنا مش كان infantile قبل كده يعني ازاي يعني بعد الولاده في فيزيكال كومبوننت اوف ديستريس يعني الطفل الغضبان اوعى تفتكر بقى غضبان فعلا متضايق زي الكبار يبقى مظاهر الغضب بس انه بيزعق ويخبط فاحنا كده مش غضبان من الضحك كل ده مش بيت هتقعد تضحك مش غضبان ان في ثانيه ممكن اضحك عليها دي مش شوكولاته دي لعبه هي ضحك وكانه مش كان حاجه الكبير مش كده طيب يعني هو يعني جواه غضب مش الغضب فيزيكال لان الطفل الغضب الفيزيكال ممكن يكون اثنين بريمتيف لاف الحب البدائي بيجمع امه ازاي بقى او مع اخرين اللي يضحكوا يضحكوا لما حتى الناس تنبسط تضحك الطفل يروح يضحك كده سوشيال سمايل اند هي بعدها اسمها جيف اند تيك ريليشن هديك وخد فيك هديك يا تاخد الضحك يا عشان كده بيبان سيلفش. At the age of 6 months biting. هتبتدي biting عن 6 شهور من اول سنه في الظهر عن 6 شهور. خد بالك بقى هناخد في نظريات فرويد ان الطفل بيتلقى المعلومات يعني او بياخد الليجر اسيد الاول من الكام اللي هي كورنس كيج وبعدين من الانس وبعدين من الشيتاليا. لازم ياخدها الاول من بوقه عشان كده حتى كل الالعاب يعملوها للاطفال كاوتش يقعد يحب اي حاجه كده ياخدها على بوقه فالبليجر الانبساط ياخده من بوقه فهو بيحب امه يشوف العرض هو العرض دي بتبسطه يعضها ظنا منه ان ده هينبسط مش هو بينبسط بالعرض يلاقي نفسه انبسط فالام تفهمه ان دي اجريسيف تول دي حاجة عنيفة ما ينصحش يقعدوا بيحبوها بس ده ازاي بيتطور الطفل؟ ان عن 6 شهور بايتنج بيفتكر ان البايت ده لما بيجي له هو بيجر هو بياخد اللذة من بقه يبقى يقعد امه اللي بيحبها عشان يديها جزء من اللذة ودي مسخرة. طيب by the age of 9 months يبقى جيرسي اللي هي غيرة هتقولي بقى ازاي؟ هي حطت الام الطفل 9 شهور على حجرها
على اللعب. جاب الطفل تاني هتلاقي عمال يفك فيه عاوز يفك عاوز. يبقى جنس يبقى فيه غيرة. By the age of 2 years الأمبيبالنت فيها مشاعر تناقض. يعني تسأله بتحب بابا؟ اه بيجيب لي حاجات حلوة. بتكره بابا؟ اه بيضربني. يبقى الاثنين مع بعض مشاعر تناقض. في سن سنتين في ويننج. ويننج يعني اللي هو الانتقام. اللي حاجة لازم تكون تعملها بنات سمعوني كويس. حرمان الطفل فجأة انها تقرر وتشيل مع سلاحها وإياه العالي ده الطفل بيتجنن ان هو الموضوع بالنسبة له مش أكل بس. موضوع ايموشنز فبتفتكر ان امه كرهته عشان كده شالته من على سلاحها. فلازم الويننج ده يبقى بطريقة يعني كل ما الطفل يعاوز سنها حتى لو مفيش لبن عشان تبين انها هي اللي زعلانه منه فبيوين. والا الطفل يحصل له سيفير ديستربنس في الويننج ده. تعالوا تجربه لطيفه جدا. جابوا ابن طفل وجابوا ابنين واحد بس مجرد بيبقى فيه فروه يعني زي الاستاكي في مثال والتاني سيك بس بيطلع لبن فعلا. عارف الابن ده كان بيعمل ايه؟ كان يجري على الكتف السلك يطلع منه بعد ما يخلص رضعه يروح للتاني اللي هو فيه فروه جاست عشان ينزل امه ياكل الحنان. فالمين ده اللي هتبعده عن السلاح ده حاجه مش لطيفه. ده الانفانتايز فيديو ما اعرفش ازاي كتبوها مع تشارلز. نيجي في سكول ايج تشايلد هيد تو اكسبريس الايموشنز as sensory experience, actual sensory experience. والله هيعيط مبسوط هيبقى actual action المسج نيم. try to focus his emotion on a specific object or person. لا بص مش هتفهم معايا كام ده هما مش هتسير نربع بعض مش جدا البيرسون ده اللي هو الاوفر الأوبجيكت ده أنا رسمتها فيها على الربيع اللي هي الجولد معانا. كل طفل يحب لعبة معانا اللي هي المندوب بتاعي بقى ابتدى يحبها جدا. هو يحب كده يركز في حاجة سبيسيفيك شخص واحد بأمه لعبة واحدة لدرجة إن أنا عايز أقول لكم حاجة. مرة كنت مع جماعة في يعني أصحابي في كندا ورايحين كوتج على المية في ساعتين بعد ما صرنا ساعة الطفل طلب المندوب بتاعه السنان يعني ما جابوش. اقول لك حاجه ليه اول دي واي باك عشان يقول اللعبه بتاعته لان هو كده كانك حرمته من حاجه مهمه جدا. هو بيفوكس شخص واحد في لعبه واحده ما تقدرش تقول انت هجيب له لعبه تاني ده هبل زي ما تقول بلاش امه ده نجيب له واحده تاني مفيش كده. الطفل بيفوكس جدا على شخص معين واوبجكت معين. طيب child is easily distracted. He is saying from unpleasant to pleasant. إنه عنده physical component بس بتاع الغضب ده. إنما سهل جدا إنك أنت تاخد الغضب أقل حاجة يفتح له كذا البوينت. أربعة dependent على المضرب. خمسة he learned to direct the proper response to the proper situation. لما ابتدى يبقى أربع خمس سنين هتعيط مش هنخرج. هتسكت هنخرج وخلاص كده الطفل بقى عشان ينفع عشان العيال تعيط مش هيبقى بروبر ريسبونس العياط مش هنخرج لو لسه نفس ولا نخرج. وبعدين ستة he displays active curiosity about sex and differences in sex. يعني انت ليه ايدك فيها شعر عشان انت راجل ليه ايدك ما فيهاش شعر عشان هي دي ست يبقى انت ستين ست من الراجل. He is attached to the parent of opposite sex. دي مهمة جدا يا شباب اسمعوا دي. ده الناس بتقول هذا الكلام بتقول لك البنت حبيب ابوها والولد حبيب امه. يعني هو بيبقى اتاتشد للاوبوزيت سكس. عشان كده حتى كنت اقولها برضه في الندوات كده ان الطفل بيغار على امه الانين. يعني ما يصحش الاب والام حتى هم خارجين كده اهو حاجب وبايس هو بصراع الشغل. الطفل يا الهرجة
من الكرايسيس اللي هي حاسس بالفقر دي اللي هو عبر عنها شكسبير اللي هو الطفل اللي وصل طبعا لحاجه مرضيه لشخص بقى يمارس جنس مع امه. انما السؤال لما قالها فرويد لها اصول في الطفوله ان كل طفل يتمسك بجنس اخر ويغار عليه. الولد يحب امه والبنت يحب ابوها. والولد يغار على امه من اجيب والعكس العكس. فلازم نراعيها في التصرفات. التصرفات اللي هي الايموشن بين الاب والام ما تبقاش في وجود اطفال. ان هو جواه ارتباط بجنس اخر وغير عليها من الطرف الاخر. ايه؟ كان اكتر في بناء مرضو حاجة تسعي معروف بس لا ده في الخصوص انت عشان عندك مشاعر قوي ما تحسش الاخرين فما تحكمش الاعراض. طيب نيجي جيلسي بقى اللي هي الغيره والقلق يا جماعه في القمر جيلسي النيجاتيفيزم اللي هو بيتعلم نو قد يس عشان الفعل العكس. وعشان كده حتى اقول لك حاجه طفل معاه يعرف وعرف ماذا يقول عارف يقول لك ايه يا ابو حبيبي عشان كده اقول لهم لما تلاقي الطفل رايح بحاجه سليمه ناحيه البلكونه اوعى تقول له تنهاي خيريه نيجاتيفيس انت الحل تروح جنبه كده معاك حاجه ثانيه تاخد فيه تجيب دي وخلاص دي ما بتجيش بس لازم فاهمين نفسيه الطفل. ايموشنز في البرايمري سكول ده تنطوا اكتر بقى روح على المدرسه growth proceeds steadily يعني بيجوب with fewer storms يعني كل شويه يحصل له عواصف storm يعني عاصفه فجاه تلاقي الطفل عيط وتخانق بتشنج بتدي في دي من خصائص الطفوله اللي ممكن فجاه ينفجر ده مش معناه ان عامل الطفل وحش دي خاصيه الطفوله. decrease violent conflict toward his parents because of the extended relations دلوقتي ابتدى يعرف ان الحاله فيها فريندز تاني فابتدى العنف ما بقاش مواجه ضد اهله بس لانه بيتعامل مع ناس كتير. بعدين هي ليرنز تو دي ويز انر تنشن لاول مره بقى يعني ايه يعني مدرسك اول يوم كان الفصل كله بيعيط بعد كده بدات تزعلهم فتلاقي تطلع من كده صح تعمل نفسه تعلم يعني يمسك نفسه انر تنشن and accept the frustration and seek satisfaction اللي هو ان كل يوم هيكون في المدرسه الناس بيقول الاهل واشتغلوا كل يوم بيكون هو في المدرسه طب خلاص بقى اتعلم تلعب مع الاطفال في اول يوم كل المدرسه تعيط كل الاطفال يعيط فجاه عمل الشنطه ولبسوه فاكر راح رحله فجاه لقى رحله اشتغلت ان انا مو في المدرسه فالفصل كله عيط في اول يوم بعد كده اتعلم بقى انه يتحمل مع نفسه وهذا اللي حياته كلها احبطاها تلعب بقى مع اصحاب المدرسه ده ناس يعني عندهم مجال عندهم عمر كان كل يوم هتشوف في حته خلاص بقى شوف نفسك تعالى عندي بقى ممكن اكون معاك دلوقتي وانا رايحه الجامعه مش عايزه لا عادي لو معاك الجامعه موت بيرن برضه كان الهاتفوك سيبوا ريفلكس وبعدين سيبوا الموفمنت وبعدين يمشي 15 شهر وبعدين يتعلم الجري والنط وكلام فارغ لازم يجيب برضه مالهاش قيمه يعني بس في سن خمسه لثمان شهور البني البني اللي على فكره دبل جي بي اي دبل بي ان اي البني يعني عارف الطفل لما يقول اصوات غريبه يبتدوا كده يطلع سلامات في تسع اشهر المفروض يتعلم كلمه واحده في سنة يتعلم ثلاث كلمات. 18 شهر كان موبايل ورث الجمل ده. يقدر يقول جمل. وفي نهاية السنة الثانية لازم عنده 200 كلمة. عشان كده لو احنا لحد 18 شهر الطفل ما بيقولش كلمتين ده من ناحية أعراض الضعف. تعملت عليها حالة. نزلناها ولا ما نزلناهاش؟ خلاص يعني في نهايه السنه الثانيه يبقى الطفل عنده 200 كلمه في نهايه السنه الخامسه 5000 كلمه وماسترين جرامر يعني يستخدم التعميم للانثى والتسكير للذكر لدرجه عايز اقول لكم معلومه قريبه
ابلكيشن وانا بتكلم انجليزي ولا لا. لازم تبقى متناسب في اي لغه عشان تقول انا بكلمها طفل عنده 5 سنين. يبقى عندك مكبري من 5 كلمه، مش كل واحد يكتب كلمه دول يبقى بيتكلم انجليزي خلاص. لازم 5000 كلمه وماستر الجرامر. ده امتى تقول ان انا بتكلم اللغه دي او ما بتكلمهاش؟ وماستر الطفل عنده 5 سنين يقول كم كلمه؟ 5000 كلمه وماستر الجرامر. سنتين يقول 200 كلمه. ده ديفلوبمنت اوف لانجوج. طب ايه العامل تو اسس اللانجوج؟ ماتيوريشن اند ديري. طبعا لما تدخل الدوحه الله مطلوب معاه من الاخر بتكلم تقعد في البيت شكل تلفزيون ايميل كتير عامل رابط سوشيال ايكونوميك ستاتس يعني الوضع الاجتماعي والاقتصادي كل ما كان احسن بيعتبر الطفل يتكلم احسن. انتليجنس طبعا الذكاء. والسكس معروف مين مين بينطق اسهل بنات ولا ولاد؟ عندهم يعني مفكرش انهم سهلين قوي. لا لا اقول لك بس
مش عايز اتكلم في هذه المواضيع، بل انا اتصور كشخص يعني معرفه الله بوضع ايماني اساسي، ايماني اساسي. انما لو حاولت تثبته كثيريز واحد زي واحد هتصطدم مع حاجات كتير. اسمع كلامي، ناخدها بالايمان احسن. هما اللي عايزين يقوى بالعقل، العقل مش هيوصلك بسهوله عكس ما انت متصور، هيجيلك فيك حاجه لخبطوك فيها. فما فيش داعي، خلينا نروح دي بالامانه احنا كده كويسين. مش شايفها صح اللي قال يعلمه بيوم وكمان في البحث نفسه وهو يدور في كل الجزء بيلاقي حاجه. هو صح ده كده بحث يا لازم نفس القواعد تطبق في البيت ده وتطبق ده.
ما يبقاش موقف تقديمي متزلزل. الصح والغلط هنا هو الصح والغلط هنا، يعني فرق بينهم متفاصلين، يعني ده محاضرات فيه. الموقف التقديمي المتزلزل ده يضيع الاطفال. ايوه ايوه بس اذا لو كان ما عندوش قدره على الفضل الشيء اللي اعطيه ما يمددوش حبه ايه؟ لا انت بس اسمع انا عاوز بقى ايه تخلي الموضوع عاوز بقى بص انا هاكل بتاع ده عاوز اكلمك عن حب to other children, the relationship between the parents.
خلص is different to all children. يعني تقول له العب مع الأطفال ما تلعب طفل في البداية مش عاوز يلعب مع الأطفال. عاوز يلعب معاهم. زين هوستاين تجيب له طفل جراب تقول له العب معاه برافو. بتاعي بياخد دلوقتي برافو على الأسواق. زين كوبرتيف فريند. يعني تدي بقى يتعلم يعني عاوز يطلع وعاوز الولد ينزل يلعبوا مع بعض. يعني أول مش عاوز أطفال عاوز بعض. وبعدين لما تجيب له طفل بتاع فريند تبدأ تتنقل. وبعدين يجيبوا يضاف مع بعض. رايدرز اللي هي التنافس مهمه للجراف ان الاطفال يتنافسوا في اللعب والحاجات دي. دي مهمه في السيكولوجي بلس. نيجي المرحله الثالثه بقى اللي هي اخطر مراحل بقى الادوليسنس المراهقه من 12 ل 18 او 20 سنه. الحقيقه طبعا في الادوليسنس المفروض تنتهي لما تعتمد على نفسك. فهذا التعليق خطر. انتوا لحد ما تتخرجوا وتشتغلوا وتعرفوا تعرفوا انتوا رائعين. بلاش بس انا همشيها معاهم كده. انا كده مكملين وعلى كده. ليه؟ لان في هذا السن بره الطفل يستقل على والديه ويروح الجامعه لوحده ويشتغل في السن ويصحى روحه. فتحول من مراهق الى بالغ. لكن طالما بتاخد مصروف من بابا وهو يصحى عليه تبقى انت مش بالغ في السن. ففكر ان انت سريع 18 20 يعني بصوا يا شباب adolescence is characterized by ده ما بيجيش كلام physical and mental maturity طبعا اللي هو البلوغ تمام مع الريبرودكشن نيم behavior is independent and responsible one يعني ثلاث تصرفات ما بقاش طفل بقى معتمد على نفسه ومسؤول by interest in opposite sex الاول حس نفس الجنس وبرجع اولاد مع اولاد اولاد مع اولاد دلوقتي ابتدينا نلاقي انتس في البنات والعكس العكس. كونسيرن ويز فيلوسوفي اوف ميننج اوف لايف تلاقي كل مراه في البيت فيلسوف صغير يعني عمال يكلمك بقى عن الفلوسفي والاخلاق والمجتمع ده مجتمع مش مظبوط ولازم نجاهد المجتمع خلاص يبقى عنده فيلوسوفي وعلى فكره الفلسفه دي تؤدي الى كراش مع المجتمع كل التلفزيون حرام كل التلفزيون بيع التلفزيون وحاجات من هذا القبيل ده في موضوع الخير لما هيبقى بالغ هيفهم انه حتى مش عاوز يتفرج على التلفزيون ما تتفرجش لان ما بيمشي المجتمع كامل بنحو حلو مش كده طيب aspects of development somatic maturity اللي هي البيوبرتي يعني اللي هي بتحصل في الميل في سن 11 ل 13 ونص في الفيميل في سن 12 الى 14 ونص فيزيكال ماتوريتي هنبقى انا عاوز ادرسها بعد كده انه بس دي مشكله ان المراهق مشكلته في ان عنده جسم بالغ ومشاعر طفل يعني تركيبه خطا منين بيبقى عنده العواصف العاطفيه جواه ان هو مش لاقي روح يعني فكر فيها فيزيكالي بقى أضل مش انا متقن وكبير وكبر وكل حاجه ستيل مشاعره مش ماشيه مع هذا الجسم هي ما زال مشاعره فبيحصل في المشاكل اللي هنقولها دلوقتي الخمسه اللي هم كاتبينها ايدنتيتي كرايسيس ازمه دفاع عن ذاتي لا الاقي نفسي في عالم الكبار اه شنب وذاتي بس يقول لهم مع الكبار ايه شنب انت عايز ولا الاقي روحه مع الاطفال يلعب مع الاطفال شايفين شعره فعشان كده بيحصل له ازمه هناخدها دلوقتي ايوه الجزء اللي هو بوزيت سكس ايه الموضوع؟ الهرمون صح يعني حاجه وطبعا فيها في الانسان في حاجات اكثر من الهرمون شويه بالذات الانسان خلاص يعني لا فيها طبعا سيكولوجي بقى لان هو يعني فيها اللي هي الفيشه بيقصر واللبس والبرفيوم بس الحاجات دي ايه لا مش فيها ما اقدرش اقول في الانسان بس دي الاستقرار بتاع الهرمون بس الهرمون بلاكس دي بالاجنس انما احنا عندنا كومبلكس فاكتورز في الانسان فيها سيكولوجيكال فاكتورز ومدى المجتمع بقى يعني التقليد والاباحيه الموجوده في المجتمع بتخلي الموضوع ده زياده او شبابيه انا اقول لك اتفوت على شيء بس طيب تعالى طيب نيجي بقى مينتال ماتوريتي ده في سؤال نظري في سبع حاجات تدل على مينتال ماتوريتي عاوزك تحفظ واحد على اثنين الابيليتي تو سولف ديفيكال مينتال تاسكس
السوجستيف
الصياد يقول لك الدكتور دوت حتى ما يتعلم حد ما يستخدم واحد ما انت في الاخر انت اللي تخش عشان انت مقتنع ان انت عايز ما يعملش حاجه بره بيعملوش كده على فكره صوت انسيرشن يعني صوت انسيرشن يعني حاجه زي كده احسن حاجه ثانيه بزنس انستريشن في الهندسه فانت بتقعد تحط في الدوم دي على فكره بس بنشرحها في الايدنتيتي كرايسس يعني ده الانسان بسبب ان الاباء بيوديه هو الدور في بناء معين او عنده ارض ضايع مثلا عاوز يطلعه هو مشرف عليه يعني عنده مصنع عاوز يمسك له المصنع ما ينفعش كده يبقى انت عنده ابيليتيز وحاجه ثانيه انت حطيته في حاجه مش هي اللي عاوزها مش هو اللي هي يعني هي اه بس على فكره انا عاوز اقول لك حاجه انا ابويا دكتور كمان ومع ذلك ساب نفسه الفنيه العسكريه يعني ما رميش فاهم قصدي خلاص انا الخيبه اللي انا جاي تايكون في الفنيه العسكريه في الطريقه اسيبها ودخلت لقيت ان انا اكل بس انا دخلت انما لو انا كنت مسافر انا الفكره دي عندي بنتي اصلا مني كانت بطريقه رهيبه يعني عندها فوتوغرافيك ميموري فكنا تطلع حتى مثلا ليله الامتحان تديني كتاب وكل يوم معايا كانه مكتوب غلط يعني هي ديفنتلي في المستوى الدراسي احسن بما لا يقال ومع ذلك انت مش عاوز تدرس طب ولا هندسه ولا صيدله ولا حاجه انا عاوز اشتغل بزنس ادمنستريشن شايف روحي اكتر من كده فانا خدتها اللي جوه بزنس ادمنستريشن ما عرفتهاش احنا 100% كنا بنبقى ناجحين وباين مهمه لكل حاجه فهي مش مشتهاش مش لاقي روحها في كده وبعدين نمرة أربعة school should provide stimulating environment وده مش موجود عندنا في مصر أنا بروح جامعة هارفارد بصيت يعني مع بنت واحد زميلي قاعد تقول لي عارف ده بتاع بتشرع طلب ده اخترع كذا وده مخترع كذا زي الأربعة يعني stimulating environment ويحطوا problem كده even البروفيسور مش عارف قالها قوي ويفكر هو معاهم في حل الفورمولا دي مثلا في الهندسة وساعات طلبة هما اللي يوصلوا للحل دي سواي واحد زي جيت والناس دول ما كملوش الدراسة زي ما قلت طبعا الناس لها قابل وباء فلازم السكول والانفايرمنت تبقى ستيميليت انما احنا هنا لو احنا اساسا شوف الخيبة اللي احنا فيها يقول لك اصل هما بيحبوا الكتاب اذا ما كتبتش زي الكتاب ده ستيميليت الانفايرمنت وبعدين نيجاتيفيزم هي اساسا انسكيور يعني الطفوله
عكس مطلوب. لما تقول له عن حاجه يعمل عكسها هنا لا، دي معناها insecurity. وبعد كده اربعه excessive belonging or withdrawal، يعني في interpersonal relation. المراهقين طبعا حاجه مهمه جدا، اللي بنت مصاحبه بنت كويسه قوي سابقه في سنه اولى، اي ساعه ثانيه يسميها خالص. مفيش ده في القدر. الصداقات دائما من المراهقين سالت صاحب شخص معين السنه الجايه ما بقاش ماشي معاه خالص، شخص اخر. دي الكاركتر اوف ادوليسنس. يعني جروب يكون طبعا عارفين يسيبوا بعض. طب وايه اللي حصل السنه الجايه ما بيعرفوش بعض خالص؟ كابتن صاحب لا وخليهم بقى متعودوا من السكس مش عارف شعره عملناها في كام. وبعدين سيفير انتميت ريليشن الميدي رومانتك كراش. طبعا انت عارف يعني لو شخص بالغ عاقل خلاص العلاقه العاطفيه بتحلل بين وانا مسافر خلاص تقريبا الله مش مشاكل. فممكن في ناس تسمع عن تحت عند واحد من الناس اللي بيفكر في اللي هي العكس مش عاوز اقول تدرس وحاجات بلاش اكتر من في رومانتك راشس يعني رومانسي يعني خالص الحاجات دي. اتاتشمنت دايركتد تو انذر بي تيك ذا فورم اوف هيرو وورشيب. انت عارف تملي الاذرز يبقى عندهم واحد كده هو القدوه بالنسبه لهم، مثلا بنمسك في حاره وفي توبه ده كل الشباب بتوع الحاره شايفينه ده احسن راجل في الدنيا راجل في توبه ده. تعالوا مثلا ورايا وهاتوا السند وهاتوا الفراسك هاتوا الفرح ده كله اه هو ده البطل بتاعك. يقول لك ايه؟ تاني بوينت attachment is directed to another we take the form of hero worship يعني تخصيص البطل worship يعني فيها اللي هو مين قلت لك انت جنبيك سوا ان هو بقى عندهم ده اهم واحد عندهم اي حاجه يقول يعملوها. ثمانية relation with other is sensitive. طبعا العلاقات مع other is sensitive. You perceive their mal estimated attitudes. يعني طبعا عشان كده بنقول ان الاباء لازم يبقوا قدوه مش حاجز بقى صديقي اللي هو بيشوف زقزانة اكلمه عن الاخلاق طبعا الاساسيه اقول له قول لفلان بس قول مش موجود يعني مش موجود يقول مش فاضي صديقك اللي بيكلمك هيكلمك بعدين. انا بقول له قول مش موجود هم بيبقوا بيتخضوا بقى هو ده هو الكاسات هو الحاجة طيب مش شايف. طيب وبعدين نمرة تسعة the adolescent acquires a special rather than personal philosophy of life. قلنا ان عنده فلسفة خاصة بيه يعني زي ما قلنا ان التلفزيون ده خلاص حاجات خاصه بيهم. وبعدين نمره 10 سنسيتيف شاي ادريسنج نيد سبيشال هاند. يعني مزاي هو قفل على نفسه الاوضه وما بيتكلمش حد ولا على هو ولا مش لاقي مكان يا كويس لو كده اكيد انا ما بيعملش اي مشاكل لازم نرجع قضيه الروم نفسيه من عايز الطريق مش شاي في مشكله مش دي اللي بتعرف تتفاوض على vocation and maturity and وظيفة. الولاد يحبوا يعملوا ميكانيكال جوبز يحبوا قوي يدوروا والحمايه ويصلحوا حاجات بايديهم. البنات يحبوا الحاجات المادرين ثينكس الطبيخ والتطوير والكلام ده. طيب اللي جاي هو ده السبب اللي ماشي فيه essential problems and characteristics. المشاكل بتاعت المراهقه هم سته. طبعا هم سابوا اهم مشكله او واحد من اهم المشكلات هو الادكشن دي كارثه ما بتقولش عليها ولا كلمه. ضمن مشاكل المراهقه تعاطي يعني 75% من القراءه التي في الحفلات ما بيكونش مدمنين بسبب حب التجربه بقى تعاطوا حاجات اكستاسي وحاجات بقى اللي تخليهم معايير يعني. ازاي مشكله زي دي ما بتتكلمش؟ هي اساسيه بس اللي هي التعاطي ده انا كتبت عليها خمس مرحلات ثلاثة على المخدرات لأن هنا مخدرات أكثر واثنين عشان نعالج الكحوليات. مشكلة من المراهقين طبعا هو أي حد أو أي حاجة يحب يجرب حب التجربة. فدي مش كاتبينها على نفسها. أول مشكلة الديبندنس أند إندبندنس بروبلم الاعتمادية والخصوصية.
هو عنده مشكله عاوز استقلاليه في الايه في الحقوق انه يخرج لوحده يتفسع لوحده وعاوز اعتماديه انك انت ما تدوش اي واجبات هو انت بتعمل واجبات عنه ما تقولوش روح ادفع فاتوره ادفع تليفون صلح لنا الشيء ده لا ففي مشكله في الاعتماديه والاستقلاليه معتمد عليك في الواجبات وعاوز استقل عنك في الحقوق Two main manifestations are related to this problem. مرتبط بالاعتمادية والاستقلالية مشكلتين. Identity crisis. أزمة البحث عن الذات. مش لاقي نفسي. هو طفل. ما زال عنده مشاعر طفل بس الجسم بالغ. هو بالغ عنده جسم بالغ بس مشاعر طفل. Identity crisis. Its main characteristics are. أهي نمرة واحد. عنده الفيزيكال أبيرنس والغلط. لكن عنده child emotions. اثنين. Other doubting his strength and abilities. الأدلت روح مش بعيد وترس عايل. طيب أقفل عنه. ما بيعملوش على إنه نظر. ثلاثة. Ready to share social life. مستعد يساند في الحياة. But shrinking from responsibility. مش عاوز واجبات مش لازم تكون مش لازم مش لازم تديهم الاثنين نفس القدر على بعض طبعا مش انت عاملنا واجبات وعاوز تفسح مع اصحابك لوحدك اعمل لنا كذا اعمل لنا مش انت راجل اعمل لنا بقى الحاجات دي كلها لا لا خالص هو انت تشيل السوشيال لايف لكن خايف من المسؤوليه فتبقى فاهم هذا الكلام داونتينج يور شاكك في العالم اللي حواليك زي ما قلنا بسبب ان القدوه اللي يبقى هو في نفس الوقت هو يعتبر بالنسبه له معلم بعد ما يروح الحاله
حياة كان المشهد المشهور ده. ومدرسة مشاوريني مأخوذة عن الديجوناي جرين كونسي. كان أول واحد عملها فيلم أمريكاني ممثل أصغر سوسيتي بواتيين. كان أول واحد يدرسها فيلم إن هو الشباب متدربين أو مراهقين ضد والديهم وضد مدرسين. وبغرض إيه؟ مش كراهية على فكرة، إثبات الذات. أنا أهو وهذا ما أنا بتحدى الكبير أنا قده. قال النبي لا أمر بحفلات مدرس قط أم والديك. أظن أن تشوفوا كل يوم في الجنة مدرس الضيء ومدرس على الأفعال مدرس الشيوخ وحاجات غريبة جدا. الله عليك أستاذ. ده إيه ده حفلات في فجر لو تحضروا الساعة اللي مليانة ما فيش حاجة بقلل ده ضرب مبرح يعني مش من المدرس للطلبة. الطلبة يعني سووه على العصريه انا جاي اشوف كتبت مش عم تشوف الكتاب ده انا بشوفه مش وقت طيب والحمد لله انتوا احلى ناس. يبقى الجيبيلاي بليم كونسي التمرد الطفولي ده موجه ضد الاثنين المدرسين والاباء وبغرض اثبات الذات. Forcing the world to notice him by making problems. Probably. تاني مشكلة اللي انتوا فيها يا شباب الأكاديميك بريشر أن كارير البيز تبني دخول العمل والدراسة. انتوا طبعا عندكم اللي بنقطة الدراسة ان هنا الجرافين ما بيشتغلوش بره في مشكلتين هم قاعدين الكلام ده بره. انتوا بنقطة الدراسة بنصل أقصاها في الثانوية العامة اللي هو ده overwhelming competition اللي هو الصراع الرهيب في دخول كليات القمة. overwhelming يعني الصراع الجامد عشان هتدخل بقى هندسة ولا طب الكليتين كويسين بعد كده الكليات أقل شوية تصرف الناس ولا خطر مش بره الكلام. فبيحطوا ضغط عصبي على الواحد رهيب المسألة دي بقى فاصلة امتحان فاصلة اي جي او هتقدر تعمل دبلومة او جامعة لأن هي مشكلة ما تعرض بها الواحد ويقعد يقول لك بقى هتصيح ومش هتصيح وانت ما دخلتش كل يوم ما ذاكرتش كأن الحياة بتاعت السنة دي مشكلة رابعة سيكشواليتي الجنس الرغبة الجنسية الملحة distinction sex urge هي المشكلة مشكلة ان الترايلز فور انر كنترول المجتمع بيقول لازم تمسك روحك لا يسمح بحاجة غير ان يمسك روحك. في نفس الوقت عنده رغبة جنسية ملحة عاوز يفايند اوت مخرج لهذه الحساسية هي غلط. يبقى المشكلة في حاجتين في رغبة وعاوز في عاوز ان المجتمع عاوز الكنترول وهو عاوز حاوز عاوز مخرج. طب المشاعر الواجهة يعني فيها ايه؟ وقف معايا ان ذا نيو كاباسيتي تو لاف تو بي لاف يعني هو يحتاج ان يحب ويحس بالمحبوب يتعلم the right as wrong acts in various relations وكل مجتمع له يعني الأصول الصريحة الصحيحة والخاطئة في العلاقات دي masturbation اللي هو العادة السرية one of the main preoccupation of adolescence يعني في الحال بقى في المجتمعات اللي عندنا هنا اللي هو masturbation العادة السرية وطبعا بقى يقول لك rural يعني رومرز يعني إشاعات عليها رومرز إن طبعا بس أنا بكلم كلام عيني الماستربيشن ليس لها أي ضرر فيزيكي يعني لما يعود رومه هذا كلام الفارغة يعود لك مش هتخلف كلام هتزاكي بلاش أي علاقة بالعكس بتقلل احتمال إصابة بروستاتيك كانسر إذا عاوز تعرف إنما هي لها عيب خطير الماستربيشن spiritually يعني روحانيا دينيا غير مقبولة بس ده العلم الأساسي فلازم لما نتكلم المراهقين نتكلم صح. أنا بقى أقول له إن ده هتخلص السبيرم وبعد كده مش هتخلف يروح يقرا مفيش كلام فارغ زي كده
الاتشام في الميل هو 90% في الميل في نسبة جامدة مش كورة ليه كمان عشان احنا ناس مهتمين Thank you.
مشكلة السويسايد الانتحار أكبر نسبة انتحار في المراهقين. ليه؟ سببها الآتي: Great anxiety at times، إن هو عنده قلق رهيبين، High elation at another time، فإحساس بإنه ليش أنا مبسوط أوي الآن في أوقات يعني زي ما تقول forms emotions، عواصف من الانفعالات، متضايق أوي، مبسوط أوي، مش متوازن. The yearning for freedom، الرغبة في الحرية. The sense of loneliness، الانعزالية، اللي هو لهو في عالم الأطفال وفي عالم الكبار. The feeling of oppression by parents، إن الكبار أهله ضاغطين عليه يعملوا oppression. The impotent rage، الغضب المكبوت اللي مش عارف ينفس عنه. The erotic pressure or crushes، اللي هو الإحراج الجنسية، الصدمات الجنسية. Homosexuality or heterosexual، طبعا هم لاقيين مبارك على أساس إنها ممكن تقفل homosexual أكثر، هم الجيز والليسبيانز. نسبة الجيز في العالم 4%، وورلد نفس النسبة في الليسبيان 2-4%. الفرق إن إحنا في مجتمعات زي مجتمعنا ده inside the closet، يعني غير مسموح ليهم بإنهم يعلنوا عن هذه الرغبات. كنت زول لهم مواقع الإنترنت، الخيبة بقى في التواصل الاجتماعي بقى بينك المشاكل وحكبها هناك، لأن الدولة مش واخدة موقف رهيب منهم، فبتبقى outside the closet، عدم منهم يعني باينين هم عندهم ايه. فطبعا دي مشكلة أكتر، لأن في الآخر برضه الناس لا تقبل homosexual، واخدة موقف منهم في أي دولة حتى بره، يعني ما حدش حتى من الآباء يحب إن عياله يبقوا homosexual، برغم إن بيقول لهم ده حاجة خاصة بيهم وحاجة يعني جينيتك فيهم وإثباتات، والسوبر السوبريم كورت خدت قرار بأن الجيش دول كان زمان بيعدموهم في الغرب، وبعد الدراسات لقوا إن هم مالهمش ذنب فيما هم عليه. بس أنا خايف أقول الأرقام لأنها الأرقام مبزعة، لكن بقولها هناك برضو في الكالتشر اللي هم الشرقي ما بيبقوش كلام، يعني هو ده شغل ما كانش الله لا الإثبات إن هي عامل جيني أساسي. طب بتقول لك بس يعني ده مش تشجيع على الكلام ده. اليوني أوبلر توينز النسبة 52-53% لو في واحد منهم جاي تاني يطلع جاي. السيبلنس اللي هم الإخوات 24%. طب النسبة العادية 4-8. طب انت هترد عليا تقول لي ربما البيئة منحطة اللي هو قاعد فيه، قاعد في بيت منحط، فالواد ده طلع جاي ده طلع جاي. لا اسبابوها برضه. في ناس بتعمل ادوبشن بتتبنى يبقى نفس البيئة اهو. تبنى واحد من المكسيك واحد من الصين. مالهمش دعوة بالجيل. إذا واحد طلع جاي احتمال التاني يبقى ليه 4-8% نفس النسبة. يبقى البيئة تأثيرها باينة. أو نفس البيت اهو. يبقى فيها عامل جيني. درسوا بقى الهايبوثالامس والحاجات دي، لقوا في الجين بتبقى الهايبوثالامس في مناطق معينه اكبر تماثل في مين شويه. هل الانفايرمنت لا يشجع؟ يشجع طبعا، يشجع ان هم يبقوا اوتسايد ذا كلوز، ده العيب الاساسي ان هم يعرضوا يبينوا ان هم جيز. انما هل المشكله في اساسها مشكله انفايرمنتال؟ لا طبعا. الاسكندر الاكبر ده اللي هو خد نص العالم في سنة، مش حتى في الدنيا، خد نص الدنيا في سنة. يقول ده جاي يعني ده اقول لك حاجة أنا بس مش عاوز اكتب الوقت اللي او اتكلم كتير. الجايز دي مشكلة في الدنيا ليه نوت ادرس لحاجة نحبها ونحب انها تحصل، بس ليس حل المشاكل التجاهلية انها بمواجهتها. ان الانفايرمنت شجعهمش على ذلك، انما هي في جزء على الاقل بنوت جادج اذرز، ان احنا ما نقولش دول يعني ده لازم نموته زي ما كانوا بيعملوا. يعني مش بدأت اوروبا انها منفتحه تجاه الناس دي، كانوا بيعملوا الكي يقعد لما عمل ديسكشن وجابوا سايكايتريست وقالوا دي نقطة ديزيز. ناس منهم كتير قالوا علمونا سيرش من دون أي حاجة، بس شيلوا منا الوصمة دي، ما ينفعش يا معلم.
حاجه بيلت ان. والنسب وورد وايد هي ايه؟ الانفايرمنت يشجع ان هم يعملوا وعشان كده بنقول لا ما يصحش ان احنا نديهم الفريدة، لكن ما يصحش ان احنا في نفس الوقت نعلمهم او نضربهم، لان هم يعني بارتي تو نوت جادج، ما لهمش ذنب كامل في الموضوع دي. او حته معلومات الهوموسيكشواليتي هي الاساس في الانيمال كينجدم. ايه رايك بقى؟ اذا اراها فوبيا في الانيمال كينجدم اساسا بيتجاوزوا فتره معينه. الاناث ولا الذكور؟ طب وايه السنه بيهتموا ايه؟ الذكور مع الذكور والناس مع الناس. طب في القرود اللي هو بيعرفين الفا ده اللي هو واحد واخد كل النساء، طب والباقيين يقعدوا في القرود يتفرجوا؟ لا حد في علم، بس الموضوع خطير وعاوز معلومات رهيبه. وانا مش جاي هنا اتكلم عن الشباب. بس الموضوع يعني سهل. انا يعني احب المعلومات دي. كما ضعف وقت الميكسولوجي وفي الادب والسينما والحاجات دي، ضعف السيكولوجي. ما بقولش السيكولوجي جاست عشان عليك. لان حد قبل ما سافر في اخر مره 24 ما كانش حد بيهاجمه بيتكلم السيكولوجي ولا لا. مش جاهز. بس تبقى اي حاجه بتقولها عندك معلومات الخفيفه فعلا. بقول لك في كل حاجه كتبت مقال، يعني شايف المراقبه دي ناخدها في نص ساعه. انا بدات فيها في اونلاين هاك في دراسات المقال 10، بس الكلام بقى يعني السوسايد اللي انا ما اكتبهاش بالطريقه الصغيره. فده سبب السوسايد، ما كنتش بس على السوسايد دي ما بيخسرش. انا كنت مع واحد صاحبي اتكلم بعد ابنه، احنا معزومين عنده على العشاء. فقال انا عايز ادخل اروح كافي شوب. فقال انا مش فاهم، انا عارف ايه المصريه الغريبه. فالواد قال له ليسن، ليسن ان انجلش، لا تترجم اسمع. واحد يقول ابوه اسمع غلط. ليسن يعني بمعنى انجلش يعني اتفاهم، يعني اسمعني. اقول له اسمعني يعني خلينا نتفاهم. تعرف تقول لي ليسن؟ انزل تلقح تحت فين في البيزنس. الواد قاعد بقى متضايق يخبط على الباب بايده، والباب هناك على فكره مش سوليد وود كده، مش خشب، يبقى زي الكرتون. كل خبطه الاقيها بتعلي في الباب، الواد عمال يخبط في الباب بتعلي. فتدخلت انا في الحبس، ما هو ده بقى الانكوت ريج اللي هو الغضب المحبوب. قلت له اسمع ده برنامج، اخرج اخرج روح كرافت فاير. انا بسمع ده الموضوع اللي خرج من الحصان كلمه الاول، قال لي ازاي كده؟ انا بقول له اسمع، الواد ده كان ينزل تحت ينتحر لانك انت هزقت قصادنا وزينا في الدكتور يوسف. يا اما اضربك قصاد وتبقى مسخره. فانا تدخلت في العجين تتصرف الصح. ان انت حطيت له تحت في كورنر شيف بوتن بريتش غضب مكبوت اوبريشن ماي بيرنتس، ده احد اسباب السوسايد. تقول له مش كده ابدا، انت تتفاهم معايا يا بابا ليه عايز تروح كوفي؟ طيب دي متاخر ما تنام وعندك بكره مدرسه. يمكن يقنعك يا اخي، يقول عندنا اصحاب، عندنا بارتي، عندنا حاجه لطيفه نتفرج عليها، اصحابك كلهم خارجين. في تفاهم مش سايد. ده السوسايد. ننتقل الى الجنوب. الجنوب دي حته صغيره، الجنوب دي حته صغيره. في الاول ايش؟ الاول تو يا شباب يا شباب. مش كده ولا ايه؟ زي ما بتقول تاني الماستربيشن غلط، السوسايد غلط، كله سبريتشو. يعني حاجة عندنا في دولة إنجليزية زمان، وأنا أسمع بالتفاهم في الحاجات دي، فيش تفاهم عندنا. طيب. أرض الطول من 27 إلى 25 إلى 65. بنقسمها تاني أرض الطول لحد سنة 40 سنة، وليك أرض الطول من 40 إلى 65. يجي في كرايتيريا فورت ماسكيوريتي، عاوزك تسمعني بقى. عشان تعرف ليه أنت ما دخلتوش الأرض الطول. هيديك كرايتيريا شواهد النضج. واحد الانسايت البصيره الابيلتي تو اكسبت السيلف و تو اكسبت اذرز تو. تعالى هديك مثال. في ناس كبار عندنا في المجتمع ما عندهمش البصيره دي الانسايت. يعني انا بلاقي حاجات مش واحد زميلنا قال للطرف الثالث شغل ايه في المشكله، فما شغلوش قاعد يقول لي بص وعم صاحبنا وبيسهر معانا وكل يوم قاعد معانا ما شغالش. قلت له انت مش محافظ، هو مش مدير الشركه، هو موظف كبير هناك.
بس مين اللي قال مقدراته ان يقدر يشغل ابنه؟ قلت له انت بتعمل ده يدل على عدم نضج التفكير. لازم تبقى فاهم حدود نفسك وحدود الاخرين. ده احد الكاركتر ماتيوريتي انسايت. تعرف تقدر عليهم ويقدر على الاخرين عشان ما تخش في الكلام. اثنين responsibility and self reliance، الاعتماد على الذات ونفس المسؤوليه. انت ضاعت مش مدين لانه انت مازال علاقته وصرف عليه. بره اه ممكن سن 20 سنه استقل على البيت وراح جامع بعيد ومش اقول لك حاجه. الاجازه الصيفيه هناك 5 شهور. عارف ليه؟ عشان تقدر يشتغلوا ويجيبوا فيها مصاريف الجامعه. يجيبوا مصاريف الجامعه. عارف؟ لا. سنس اوف بيربز التوجه. اللي لازم تبقى عندك بولز وعارف هتقرر بولز ازاي. افتكر مره زميل قال لي في واحد بيتقدم لبنتي تعالى بس هي هيقابلنا ده يعني ده هو بعد انت فاهم شويه اساله شو ينفع ولا فانا سالت السؤال المباشر انت يعني مخطط ايه للحياه؟ هل لسه الحياه ما خطرتش؟ ما فكرتش في بيتك؟ ما تتجوز في سن يعني؟ او ده فقد الماتيوريتي ما عندوش سيلف بيربز توجه. لازم كل شخص ناضج يبقى حاطط رولز اهداف في الحياه وفاهم اوبست في ايه وازاي هيحاول يتخطاها. مش ضروري يوصل لجول بس لازم يبقى في جول اساسي مش يبقى في جول اساسي. Getting older, be physiologically
changes while the children belong to their parents. الولاد يسيبوا عليهم. نيجي لأول كلتشر اللي هي من سنة 35. Basic changes of all cultures. Physical changes. الإنسان لما بيكبر بيبقى less resistant to disease and environment. ويحصل له بقى انتجر في الديزيز. لو تلاقي بقى السمع قل، النظر ما فيش، ماكيولا ديجريشن، في الرطب مش شايفاه، فيزيكال تشينجز. امبيرمنت اوف فيجن اند هيرنج اهي ودايجستيف ديستربنس. مش عارف فيها ايه. خلاص؟ منتال تشينجز. ديكلاين ان منتال كاباسيتي. الريجيد ثينك يعني بعد ورا قوي زي الاطفال يعني ريجيد ثينك تفكير جامد ما يقدرش يعمل تدي معاه يعني بينفع له سوشيال تشينجز ديناي از ان ادكويت اند فانكشن ممبر يعني المجتمع دلوقتي انكره كشخص لانه خلاص 65 ده في المعاش انا فاكر فيلم اسمه شمال بتاع جاك نيكلسون يعني بداية فيلم كده كانت الساعة هتيجي يعني الراجل كانت الساعة ده كان آخر يوم ليه في الشغل كان الفيلم كله على اللي هو المعاش أصل المجتمع ديناي للراجل ده كان معايا فبعد ما خرج من الشغل بعد 3-4 أيام راح لهم قال لهم يعني أنا مش هاخد فلوس ولا حاجة بس جاي أساعدكم ياخدوا حاجة ساعة وشربوه قالوا هو مين عم يعني هم مش عاوزين يجيب على مكان وماسك الشغل بقى مركزه مش عارف ساعدني ايه هو بقى بس انت خلصت منه فدي مشكلة السوشيال تشينجز انه المعاش انه الشخص دلوقتي ناي يعني منكرين اهميته المجتمع شاكرين او هو خلصنا problem to old age through work لو لسه مشتغل بعد 65 هيبقى سلوه مضبوط كده يعني الناس كبار بيقولوا كده في مركزه فوق يعني انا فاكر رحت بقى في مطعم كان في راجل كرسون كبير كده هو اللي بيجيب لي الحاجات وكلام طيبه كل حاجه بعنايه واد شاب ما لقيتوش في يوم بقى الواد جاي من اول كلمه الشوكه جوه بقى في روح مفيش وعمال اتقطر على الكلام ده بيعمل صدمات مع عائلته وسوسايتي المانجمنت بقى
وهتتابع السؤال. Prevention and proper handling of these problems. يبقى نمنع البروبلمز. العبارة دي ممكن نقول فيها مقالة كاملة. ازاي؟ انت عارف ان اولا بيبقى في شخص عنده 70 80 سنة في البيت لازم يشيل كل السجاجيد. فاهم ليه؟ لانهم بيتعبوا فيها. لازم مفيش حاجة اسمها يطلب جوه بني، لانه عشان يرفع عليه يحطها يزعل. لازم يبقى الدش اللي هو القدم ده في البوكس عارفينه؟ اللي هو بيفتحه الحوض ولازم يحط له حاجة يمسك فيها وكرسي يقعد عليه. فبيبقى ليهم عناية معينة عشان الناس أي كومبليكيشن ما بيهموش. البون دنسيتي بتصل أقصاها كثافة العظم، معلومة جميلة أوي أوي، سن 35. وبعد 35 يبتدي البون دنسيتي يعني حاجة. فتخيل بقى في 65 بقول بتبقى مشكلة بسميها مثلث الخطر. يعني العظم ضعيف وبعدين سهل جدا يقع، مفيش كوربينيشن مظبوط، وبعدين لما يقع مفيش ريفلكسز انه يقع بطريقه سليمه نسبيا بحيث تعمل اقل دامج. وبرضه كتبتها فوق سن 60 ثلاثه في كل 10 بيقعوا مره في السنه. دي نسبه عاليه يعني كل 10 فوق سن 60 ثلاثه يقعوا. وطبعا الوقعه في معظم الاونه بتبقى بسيطه. Religious value and extended families. يعني الناس لما تكبر يعني يبتدي يبقى متدين، بقى يروح دور العباده اكثر، يصلي اكثر، حاجات من هذا القبيل. And children take their responsibility toward the age of people. لازم الاطفال ياخذوا موقف كويس من الكبار. يعني ده حاجه مهمه نزرعها فيهم. أنا فاكر كان أحد إخوات بنات، كان إخوات ولاد إخواتي كان يروح لأبويا كده، إنه خريج جامعة كده محترم جدا، ولازم يمسك إيده كده ويبص، يحبه جدا أبويا، ويقعد يسمع الحكاية من أبويا اللي هو أبويا حكى له 10 مرات قبل كده عشان يبقى الناس الكبار ياخدوا نفس القصة دي، ويسمعها بنفسه يجلس، معقولة إيه دي؟ حصلت، كان يحبه جدا، لأنه احترام كامل. ازاي عارف تاني؟ ايه احكي لنا اللي كده؟ بس لا هتموت لو سمعتها تاني، ما انا سمعتها تاني برضه. طيب اربعه sustaining some goals. عايز احط لهم some goals الناس دي. كنت اقول لابويا مثلا النهارده صاحبك اللي في مصر كبيره قبل ما اوصلك تقعد معاه، هو يقعد جنبي طب انت هتبدا امتى؟ يعني هنخلص يعني في جول في الحياه. انما يقعد كده بقى بكره زي ما بعده ما فيش لا مستني حاجه لما نفضى هندخل الشريط ونقعد على البحر شويه. كل بوينت بسيطه بس تخليه قاعد عنده رغبه. وبعدين نمره خمسه من كيل بوركينج لو قدر يشتغل دي حلوه. ليه بقى؟ ان العمل ده فيه سوشياليزيشن بيتعامل مع الناس وبيقتل الوقت. نمره سته appropriate care for physical health يعني عناية بالصحة ومن mindful prevent some handicap عشان تمنع الإعاقات لأنه this make things more difficult. لو واحد كبير وقع واتكسر بقت خدمته صعبة جدا معاه، ودي ازاي كويسة وهتاخده ازاي؟ فده بيخلي الأمور more difficult. فنحاول أن نتفادى أساسا الحاجات الجوهرية الصحية. طيب النهارده ادينا حصه سهله شويه عشان الظروف اللي خلانا هنرجع بقى للمواضيع المعقده اللي هي كنت ماشيه بقى علينا. ثانك يو.